مشاهدينا متابعين الاعزاء، معنا في هذه اللحظات الاستاذ عاتق الثعلبي. حدثنا عن انطباعك اليوم عن نهائي بطوله النخبه بالغاله، وكيف شاهدت عمل اللجنه المنظمه والقائمين على البطوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول نشكر لجنه التنميه بالغاله على ما قاموا به من دور فعال في هذه البطوله، ونسال لهم الله التوفيق، وعلى راسهم الاستاذ عباس المهابي وحسن ضيف الله. كيف شاهدت عمل اللجنه المنظمه وتنظيم البطوله؟ والله العمل جبار واجتهدوا فيه ويشكرون عليه، ونسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله. ما هي الرسالة التي توجهها للقائمين على مثل هذه المبادرات الرياضية؟ نسأل الله لهم التوفيق، والله يوفقهم ويسر لهم أمورهم، ونشكرهم على إقامة هذه الدورات تحت الشيخ. الله يحييكم. Audio Jungle.